بعد أن خصصت أسبوعا من حملة أحبها ابنيها، ارتدى عدد من الشباب الزي الطرابلسي التقليدي القديم تأكيدا على ضرورة عدم نسيانه كجزء من تراثنا الحضاري الهام في ليبيا. المزيد في التقرير التالي. ضمن برنامج شباب حبها ابنها الثقافي، نظمت مساء السبت مسيرة تراثية بالزي التقليدي الليبي الطرابلسي، ابتداء من ميدان الشهداء بطرابلس، مرورا بميدان الجزائر، انتهاء بقصر الخلد متحف ليبيا حاليا. مهم جدا بان ننهض بثقافتنا وبتراثنا لنوصل للعالم باننا قمنا بهذه الثورة، لسنا ثوار سلاح فقط، بل ثوار علم وثقافة وادب وكل شيء. هذه المسيرة التي صاحبتها أنغام التدريجة الليبية الطرابلسية الشهيرة، جاءت فكرتها للتأكيد على تمسك الشباب الليبي بمختلف أجياله بهذا الزي، سواء على صعيد الرجال أو النساء، وتأكيدا على دور هذه المؤسسات في الجوانب الثقافية والاهتمام بالتراث الليبي الأصيل. زي ما تشبه كل واحد نلبس زي اليوم، نبين الناس ان احنا عندنا زي، تشبه في الوقت توا في ما عادش فين يقول انا نلبس زي الطرابلسي ولا نلبس زي الليبي، هذا تراثنا وزينا، وانا يعني نتشرفوا احنا نكونوا لابسين زينا. وزي ما تشبه مش الجانب الرجال بس، حتى النساء لابسين يعني ما شاء الله تعاملوا معنا وجوا لبسوا زي. انا في الوقت حاجه تقول تلبسي مثلا زي الليبي، تقول لك لا لا انا مش لابس زي الليبي، تبي تلبس لبس الموضه. مسيرة التراث في حب أبنائها، نقول لكل ليبي وليبية أن احنا نفخر بتراثنا، وكل ما تحس بالفخر أكثر بتراثك، كل ما تحس أنك أنت تعرف تاريخها، كل ما تحس أنك أكثر تبي تبنيها وتبي تعطيها. فهذه الرسالة اللي بنوصلها من المسيرة التراثية. طلعنا شباب وكبار، لبسنا حتى بلبسنا العادي فوقها تراث. في ناس قالوا لنا ممكن تلبسوا التراث وهيك، قلنا لا بالعكس، احنا بنقولوا أن احنا اللي عندنا والجيل القديم والجيل الجديد يقدروا يتلاقوا في نقطة ونقدروا نبنوا البلاد هي. رغم اختفاء هذا الزي الطرابلسي الأنيق من شوارع وأزقة عروس البحر، إلا أنه لا زال يذهل الأنظار بين الفينة والأخرى، ليؤكد بأن جمال الحاضر هو ارتباط لحضارة الماضي الجميل. معتز الخريف، ليبيا لكل الأحرار، طرابلس. أعلن معاذ الخطيب رئيس الائتلاف